ليث حجو في منطقة القلمون شمالي لبنان، هاجمت مجموعة سلفية من أهالي المنطقة موقع التصوير وحاصروه للنيل من دريد لحام. عناصر من الجيش والقوى الأمنية طوقت المكان مانعة المحتجين الإسلاميين من دخول موقع التصوير الذين استمروا في الاحتجاج خارجه. المحتجون الغاضبون لم يغادروا مكانهم في انتظار مغادرة فريق عمل المسلسل بأكمله، ما دفع بالجيش إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة لإخراج الفنان دريد لحام وكامل فريق العمل في سيارات مموهة ومواكبة واسعة عبر طرق فرعية وعرة. المخرج ليث حجو فضل عدم التطرق إلى الموضوع إعلاميا، معتبرا إياه حادثا يعبر عن مجموعة صغيرة فقط.